السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب المرحلة الرابعة. اليوم عندنا المحاضرة الثانية اللي هي مقطع فيديو يوضح لي شلون راح نفسخ الموبايل قطعة قطعة ونرجع نشده قطعة قطعة. عندنا جهاز سامسونج اللي هو جي 700 اللي هو هذا أمامنا اللي موجود نشوفه، راح نفسخ اليوم ونرجع نشده. الجهاز جي 700 اللي هو موديل سامسونج جي 700، هذا بطاريته خارجية وورقية تكون بظهر الجهاز. الأدوات اللي راح نستخدمها اللي هو الدرنفيس، المفكات، مفكات بلاستيكية، هذا مفك، وعندنا هذا مفك الآخر نستخدمه. عندنا بعد اللي هو المنقط، هذا المنقط اللي راح نستخدمه هماتين. عندنا الشفرات، الشفرات هاي الشفرات نستخدمها. بعد عندنا الهيت كان، الهيت كان اللي هو المسدس الحراري اللي سولفنا عليه. عندنا بعد اللي هو الدرنفيس، ايضا هذا هماتين نستخدمه. عندنا هذا الكارت نستخدمه ايضا هماتين. عندنا الستيبون، نطفي الجهاز. اول مرة نطفي الجهاز، اول مرحلة نطفي الجهاز. الستيب 2 المرحلة الثانية، نجي نفتح ظهر الجهاز اللي هو القبق، كفر الخارجي نفتحه. من بعد راح نفتحه، شو نسوي؟ هسه فتحه. من بعدها ستيب 3، ستيب 3 ايش راح يسوي؟ راح يفتح البطارية، عندنا هاي البطارية خارجية يفصلها عن الجهاز. الستيب 4 عندنا براغي، راح يفتح البراغي، عندنا 10 براغي يفتحن برغي برغي، 10 براغي نفتحن برغي برغي. من بعدها نجي نفصل الشاشة عن الشاصي بالشفرة هاي البلاستيكية. شوف هاي الشفرة اللي هو قاعد يضغط عليها شوية شوية على كيف يكون، كون ما اضغط حيل حتى لا اكسر الشاشة، وامشي بيها شلون هو سدى يمشي بيها، امشي ودور افصل الشاشة. هسه شو يسوي؟ راح نفصل الشاشة عن الشاصي. شلون راح يفصلها؟ بس يرفع بيده شوية يحركه، راح يحرك الشاشة، حرك الشاشة فصله. هسه راح يفصله، هسه فصلها عن الشاصي، وخر الشاشة عن الشاصي. عندنا ستيب 5، ستيب 5 من بعد ايش راح يسوي؟ هسه راح يشلع الجرس، الجرس الخارجي هذا اللي هو مثبت بالشاصي. عندي هذا الشريط على كيفي، اشيل عبيمن شوية، اشيل عب المنقط، شوف شلون هسه هو قاعد يشلع عبيمن المنقط على كيفي، كون ما اضغط حيل عليه حتى لا ينقطع الشريط. ومن انا اجي شوية، هاي المكان هو الها مكان، بس شوية ارفعها بالمنقط. هسه طلعت، طلع الجرس، هذا الجرس، هذا الجرس اذا يعطل نقدر نبدله، نقدر نبدله، هذا مكانه موجود بالشاصي. عندنا ستيب 6، ستيب 6 ايش راح يسوي؟ راح يفصل البورد عن الفريم اللي هي مربوط ببرغي. راح يفتح البرغي، يفتح البرغي ويجيب، هسه راح يجيب، راح يفصل هاي الكونكتر مات الشاشه عن البورد، فصله. من بعدها راح يفصل الكونكتر مات الشريط الخيارات، الازرار مال الخيارات هم فصله. هسه فصله، هسه من بعد ايش راح يسوي؟ راح يشلع البورد. شلون راح يشلع البورد؟ شوفوا، راح يشلع البورد بهاي الشفرة، رفعها على كيفه، يكون يرفع على كيفه حتى ما ينكسر البورد. هسه طلع البورد، طلع لوحة، لوحة الأم. عندنا ستيب 7، ستيب 7 شنو؟ اللي هو راح يفصل الكاميرات عن البورد. هاي عندنا الكاميرا الأمامية، الخلفية العفو، الكاميرا الخلفية دائما تكون أكبر من الكاميرا الأمامية. هاي الكاميرا الأمامية اللي هي هسه شلعها هماتين، هاي الكاميرا الأمامية دائما تكون صغيرة ودقتها أصغر من أصغر تصير من الخلفية. عندنا بعد شنو؟ هسه راح يشلع الهزاز، هذا الهزاز هماتين مثبت بالفريم، هذا الرجاج وهذا من الأسنان مالته اللي هي تتصل بالمذر بورد. هذا شكل الهزاز. عندنا هذا الجرس اللي هو العفو، سماعة الريسيفر، سماعة الريسيفر اللي هي نسمع بيها اللي سولفنا عليها. هاي السماعة هم بيها شريط، شوف شلون دي هم باتين بتش بيها شوية على كيف، على كيف بالمنقط وطلعها. هاي هم باتين نكون دقيق بيها، يلا اطلعها. عندي من بعدها شنو راح يسوي؟ راح يجيب يقلع الشاشة، راح يفصل الشاشة عن الفريم. استخدم الهيت كان، الهيت كان الحرارة، احنا عندنا افران، هنا ما عندنا افران، احنا نستخدم الفرن الحراري، هنا نستخدم الهيت كان. استخدم الهيت كان، انطاح حرارة بدرجة حرارة 80 اللي احنا كنا نستخدمها. هسه انطاح حرارة، موع البلاستيك بين الشاشة والفريمة.
اللي هو، وهسه شوف هاي قاعد يعطيه حرارة حتى يموع البلاستيك، ويدخل بهذا الكارت، هذا الكارت يدخلها بين الشاشة وبين الفريم اللي قاعدة عليه الشاشة، ويكون على كيفي. شوف على كيفي يحرك بيه حتى شنو، حتى ما تنكسر الشاشة، ويرفعها، يبدي يرفعها على كيفه، يبدي يرفعها. شوف هسه رفعت الشاشة، راح يفصل الشاشة عن الفريم. شوف هاي الفريم وذيك الشاشة، هسه بدا يرفع بيها. هاي هنا مكان الازرار مال الخيارات، لازم يكون دقيق بيهن، لازم ينتبه لهن حتى ما ينقطع او ينشلع. هسه فصل الشاشة عن من بعدها هسه ايش راح يسوي؟ هسه هاي الشاشة، هذا الهم، فصل الهم عن الشاشة اللي هي دقمة الهم، فصلها عن الشاشة، دائما تجي مزوقة بالشاشة. من بعد الهم ايش راح يشلع؟ راح يشلع السوكت، هذا الشريط، هذا شريط الخيارات، هذا زر الخيارات وزر الرجوع، هذا مربوط بالفريم. شوف شلون راح يشلعه، يشلعه بالمنقط، على كيفه بالمنقط، لان هذا لاصق، ملزوق بلاصق جوا، صاير على كيف يشلعه، قاعد يشلع بيه على كيف هذا الشريط، لان هذا الشريط كلش دقيق، اي غلط يعني ينقطع ويتلف ويكون يتبدل، اذا انقطع يكون يتبدل ما يصلح. اللي هو مربوط بالاواكس اللي هي منفذ سماعات الاذن، موجود بيه، وموجود بيه دائما تجي اللاقطة هماتين مربوطة بيه، احيانا اكو اجهزة تجي مربوطة بيه اللاقطة، هذا يفصله هذا شكله، ويا موجودة اللي هو زر الهوم موجود وياه. هسه من بعدها ايش راح يسوي؟ يرجع يشد الجهاز من جديد. هسه راح يرجع نشد الجهاز من جديد، قطعة قطعة، راح يرجع يشد هو السوكت نفسه، هذا اللي هسه شلعه، هاي رجعه بمكانه، قاعده بمكانه الصحيح. هسه قاعده، هاي ثبته، هسه ثبت بمكانه، هو مقبل غلط، يرجع بمكانه. راح يرجع الهم اللي هي بالشاشة، هاي رجع الهم بالشاشة، راح يوخر هذا اللاصق القديم اللي بالشاشة، لأن هذا تلف هسه من شلع الشاشة تلف. هسه شو يسوي؟ يوخره، هذا قاعد يوخره هسه، يشلع بالمنقط على كيفه. جاب واحد، كل المفروض يجيب واحد جديد، هو قاعد هسه، راح يجيب، جاب الفريم قعدها على الشاشة، جاب الفريم هسه قاعدها على الشاشة، قاعدها مكانها الصحيح، هسه قاعدها، هي ما تقبل غلط، تقعد بمكانها. راح الدور يجيب البورد، هسه شكل الكاميرات، هاي الكاميرا الأمامية، هسه قاعدها، قاعد الكاميرا الخلفية، قاعدها مكانها بالسوكت مكانها، يثبتهن. راح يرجع السماعة الريسيفر اللي هي سماعة الأذن، هاي سماعة الريسيفر قاعدها مكانها، هاي هسه قاعدها. من بعدها ايش راح يقعد؟ راح يقعد هذا الهزاز اللي هو الرجاج، إذن كلهن بالفريم. هسه اجا قاعد البورد، قاعد البورد، شي ثبت البورد، هسه ثبته، راح يثبته، اي هسه شد الكونكتر مالت السوكت مال الخيارات، شريط الخيارات الأزرار، ورجع هذا الكونكتر مات الشاشة، هسه شده. من بعدها راح اجيب البرغي يثبت بيه البورد حتى ما يتحرك، برغي مالته، هسه كمل تثبيت البورد. راح يرجع شي يسوي؟ يجيب سماعة الجرس اللي هي هذا الجرس، قاعد مكانه يقعد بالشاصي، هذا بالشاصي يقعد، هسه قاعده، هسه راح يجيب الشاصي يثبته بالفريم، ثبت الشاصي بالفريم، هسه قام يثبته، بس كون يقبل غلط، وقعد على كيفه حتى ما تنكسر الشاشة او البورد يتأذى. راح اشد البراغي، برغي 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 برغي، هسه راح اشدهن، برغي برغي، اللي هن 10 براغي، يرجع يشدهن، هاي قاعد يشد بالبراغي هسه 10 براغي، يكون يثبت هنا يضبط حيل، حتى شنو لو حتى البورد ما يتحرك والكاميرات تقعد بمكانها. هسه رجع البطارية بمكانها، راح يجيب هسه الكفر الخارجي اللي هو الظهر
هم قاعدة هاي تعلمنا هسه شلون فسخنا الجهاز ورجعنا شدينا الجهاز. هذا جهاز جي 7 راح اشغله اشوفه يشتغل هسه ولا لا. هاي راح اشغل الجهاز، اشتغل الجهاز ما بشي. هذا الفيديو توضيحي اللي هو المحاضرة الثانية. طلاب احنا مثل ما اعطيناكم المحاضرة الاولى شرحنا لكم شنو الهاتف، شنو اجزاء الهاتف، ميل يتكون الهاتف، شنو الادوات اللي نستخدمها. وايضا انا راح انزل لكم المحاضرة الاولى الشيت راح انزل لكم اياه ويا هاي